لأن حقيقة عندما نسمع غرفة التجارة كثير من السياسيين يرتعدون، هذا واقع نتكلم فيه، يرتعدون. وكأننا عندما نذكر غرفة التجارة كأننا نذكر خرق دستوري، تكلمنا في شيء من المفترض أن لا نتكلم فيه. فلذا أنا لن أخوض في الأمور القانونية في غرفة التجارة، ولا أتكلم عن غرفة التجارة بما فيها، بل سأدخل في صلب الموضوع وأتكلم لماذا وصل الحال فينا إلى هذا التردي. عندما نتكلم دائما الكويت تنهب، الكويت تسرق، الكويت قاعد تضيع من بين يدينا، الكويت هناك متنفذين و إلى آخره، من المستفيد من هذا الأمر؟ ترى لا أنا ولا أنتم، هناك شخصيات سياسية تجارية هي المستفيدة بالأول والأخير من هذا العمل.